بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أرسل سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بكامل الشريعة وخالص الدين وحناجين رسالته ببير الخالق ويده بكمة العصوم المهتدين وخص ما شاء من نسبه التي بركي إلى أوج المعارف الحقائق وانفض عليهم من محور مواهب الدنيا تدر فلطيف شارك رقائق فاصبحوا ذات الأمة وقادتها إلى العزيز العليم سالكين بعباد الله تعالى من سبل الإرشاد على الصراط المستقيم وأنا الله علي عليهم زاكي الصلوات والتسليم ووفقنا للاهتداء بهداهم ولك اهتداء بآثارهم والاقتباس من مشيات أنوارهم في حلس ليالي لبيهم ما أطرت مناقبهم بعد سنة إسماعيل وهي ودنيتاي فضائلهم فكانت للنود إلى الله داعية أما بعد فيقول المفتي لفظ الكريم المنجي جعفر بن حسن بن عبد الكريم المرزنجي هذه ردات من حال القدب الرباني والأوس الصمداني سلطان الأولياء العارفين وإمام العلماء السالكين النايلين من محلك قدر العارفين السيد الشريف وسرد الأترف النسيب النسيب ذي المقام الأعلى والنادر رحيم سيد الشيخ عبد القادر الجيلاني رضي الله عنه. الفاتحة. بلغ الله تعالى بنفس القوي الحبي جنة القرب والأمان وعيد ندمت من فرائد عمله وكونه لتتشنف بدرار أسماء الحاضرين عند عمل مني وحولي إن دخلت بكرم بعد رباب الطريقة ومن له في حرة الشيخ يقينة مقامة ومحمة وثيقة كالشيخ عبد الوهاب الشعراني الذي لاح له الفلاح وسيرات تمشي صمك من تاج الأرواح رهبة في نشوى الكم ولبث مراكب الأخيار واستزال النسيب رحمات والبركات الإزار إذ بذكهم تفتح أبواب السماوات الأنية وتنهل من أدرة القدس سبل الفيوضات الإلهية وفصلت بوسائط من لآل الطراضي عنه وطلب الإمداد بأسراري فالجار بذكر الله درون عند أبو القرينية في أخباري وسميته بالوجين الداني في ذكر ودة ابن مناكب القدب الرباني سيدنا الشيخ عبد القادر الجيلاني رضي الله عنه. الفاتحة. فنقول والشيخ الكامل والجبد الواصل ذو المقامات الآلة الشريفة والأقدام الراسخة وتمكن التام والحال المنيفة والكمالات الشامخة القرب الرباني والنور السدع البراني والأيقن الصمداني والغاث النوراني وهو أبو محمد عبد القادر الجيلاني رضي الله عنه. الفاتحة. ابن أبي صلح مسجن كدوسد كنجاك دوسد ابن عبد الله بن حزيد بن محمد بن داود بن موسى بن عبد الله ابن موسى الجن بن عبد الله المحب ابن سلم سن بن سنس بن مانين بن طالب وبن فاطمة زراء البطول
binti Sidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam rasul nasabaka nani min syamsun nura wa min falaki samah imuda nasabullahu fi wajah adam lumatum munat malaikatu samai sujuda nasabaka tabullahi afujata fi madai mada yarum juhuda Allahumma shur nafa'at ridwan alik wa amiddana bil asrar allati awda'ta ladayk. بسم الله الرحمن الرحيم ولد رضي الله عنه بجيلان وهي بلاد متفرقة من وري طبرستان في سنة 71 و400 وكان في طفوليته يمتلئ من الرضاعة في نار رمضان إناية من الله تعالى به ولما ترى وسار إلى طلب العلوم وقصد كل مفضل نديم ومد يده إلى الفضائل فكان أسرأ من خطو الظليم وتفقى بأبي الوفا عليه بن أكيل وأبي الوطام الكلوى ذاني مغفود بن أحمد الجليل وأبي الحسين محمد بن القاضي أبي يعلى وغيرهم نمنات نسلدي رئيس العلوم وتجلى وقرأ أدب على أبي زكريا يحيى بن علي لدبريزي وقدم سمن ويقدباس وأخذ المطلقة عن العالف بالله الشيخ أبي الخير حماد بن مسلم الدباس ولم سميد القاضي أبي سعيد المبارك خقد الشريفة الصوفية وتأدب بآدابه الوفية ولم يزل ملغوظا بالعناية الرمضانية عالجا في معالج الكمالات بهمة الأبية آخذا نفسه بالجد مشمرا وسائد العجليان نابدا لمعلوف الإسعاف والإسعاد حتى أنه مكث 25 سنة سائرا في صحراء العراق وخراباته لا يعرف الناس ولا يعرفونه فيعدلونه عن أمره ويصفونه وقاسى في بداية أمره الأخطار فما ترك أولا إلا ركب وكفر منه الكفار وكان لباسه جبة صوف وعلى رأسه خريقة يمشي آفيا في الشوك والوعير لعدم وجدانه على يمشي فيها ويكتات ثمر الأشجان وكمامة البغل ترمى وورق الأشيش من شاتمنا ولا ينام غالبا ولا يشرب الماء وبقي مدة لم يأكل فيها طعام فلقيه إحسان فأعطاه سرد درائم كرامة فأخذ ببعض خبزا سميدا وخبيصا وجلس ليأكل وإذا بدقعة مكتوب فيها إنما جعلت الشهوات لضعفاء عبادي ليستعينوا بها على الطاعات وأما لقيه فما لهم الشهوات فترك لك وأخذ المنديل وترك ما كان فيه وتوجه في القبلة وصلى ركعتين وانصرف وفهم أنه مغفود ومعتنى به وعرف اللهم انشر نفات الرضوان عليه وامدنا بالأسرار التي أودعتها لديه بسم الله الرحمن الرحيم ورافق الخضر على نبينا وعليه أفضل الصلاة والسلام أول دخول العراق ولم يكن الشيخ يعرفه وشرط عليه الخضر ألا يخالف والمخالفة سبب الفراق فقال له الخضر قعد هنا فقعد في المكان الذي أشار بالقعود فيه 3 سنين يأتي في كل سنة مرة ويقول له ولا
تبرح عن مكانك حتى آتيك ونام مررت في إيوان كسرى من المدائن في ليلة باردة فظلم وذهب إلى الشات وتسل ثم نام فظلم وذهب إلى الشات وتسل ووقع له ذلك في تلك الليلة 40 مرة ثم صيد على جدار الإيوان خوفا من النوم محافظة على الطهارة وكان كلما أحدث توضأ ثم صلى ركعتين ولا يجلس على هدفه قط ولم يزل الإجتهاد دابه وتنطرقه من الله الحال وأنا وان الوصال وبدت له أنوار الجمال فخرج على وجه الوجه لا يأي غير ما هو فيه ويتضار بتخرس والجنون يأتاه من ليل المرستان مرات إلى أن اشتهر أمره وفق على أسره علما وعملا وزهدا ومعرفة ورياسة وقبولا وطار صيت وسر ذكر مسير الشمس ووكي أن وجد معلومة فكي من علماء بغداد وجمع كل واحد منهم عدة مسائل وجاءوا إليه ليمتحنوا فلما استقر واترغ الشيخ فظهرت من صدره باركة من نور فمرت على صدر مئة فكيه فمت ما في قلوبهم وبيتوا واضطربوا وصاروا صيئة واحدة ومزقوا ثيابهم وكشفوا رؤوسهم ثم صيد الشيخ الكرسي وجاب عن جميع مسائلهم فاعترفوا بفضله وقضوا له من ذلك الوقت وكان رضي الله عنه يقرأ في 13 علما أن تفسير الحديث والخلاف والأصول والنحو والقراءة وغير ذلك وكان يفتي على مذهب الإمام الشافعي والإمام أحمد بن حنبل رضي الله عنهما وكان علماء العراق يتعجبون من فتوى ويقولون سبحان من طور في إليه مرة سؤال نجد العلماء وجوابه سورته رجل هلوى بطلق 3 أنه لا بد أن يعبد الله تعالى عبادة يفرد بها دون الخلائق أجمعين في ذلك الوقت فما خلاصه فقال رضي الله عنه على الفور خلاصه أن يأتي مكة المكرمة ويخلي المطاف له فيطوف أسبوعا واحدا وتنال يمينه فلله دره رضي الله عنه اللهم انشر نفحات الرضوان عليه وأمدنا بالأسرار التي أودعتها لديه. بسم الله الرحمن الرحيم وكان يلبس لباس العلماء ويتطيلس ويركب البولة وترفع الغاشية وإذا تكلم جلس على كرسي عال وكان في كلامه سرعة وجهر وربما خطى في الهواء على رؤوس الأشهاد ثم يرجع الكرسي وكان وقته كله معمورا بالطاعات قال خادم الشيخ أبو عبد الله محمد بن عبد الفتاح الهروي خدمت الشيخ عبد القادر رضي الله عنه الفاتحة منتدى 40 سنة وكان يسل سباب يدوء الإنشاء هذه المنتدى كلها وكان إذا أحدث جدد في وقته يدوءه وصلى ركعتين وكان إذا صلى الإنشاء دخل خلوته فلا يمكن أحدا أن يدخلها معه ولا يفتحها ولا يخرج منها إلا عند طلوع الفجر ولقد أتاه الخليفة مرارا بالليل كسد الاجتماع بي فلا يقدر على ذلك وقال ابن أبي الفتح بت ليلة عنده فرأيته يصلي أول الليل يسيرا ثم يذكر الله تعالى إلى أيام الثلث الأول من الليل ثم يقول
المعيد رب الشهيد الأزيب الفعال الخلاق الآلق البارئ المصور تسعة ألفاظ ويرتفع في الهواء إلى أن يغيب عن بصري ثم يصلي قائما على قدمي ذو القرآن إلى ذهب ثلث الثاني وكان يطيل سجوده جدا ثم يسم توجها مراقبا إلى طلوع الفجر ثم يغوث بالابتهال والدعاء والتذلل ويغشاه نور يقد يخطو بالبصر إلى أن يغيب فيه عن النظر قال وكنت أسمع عنده سلام عليكم سلام عليكم وهو يرد السلام إلى أن يخرج لصلاة الفجر وكان رضي الله عنه يقول لا ينبغي لفقير أن يتصدى ويتصدى لرشاد الناس إلا أن أعطاه الله علم العلماء وسياسة الملوك وحكمة الحكماء قال ورفع إليه مرة ششد أنه يرى الله تعالى بعين رأسه فقال له أكم يقولونك فقال نعم قال فزجره وانتهره وعاده أنا ألا يعود إلى ذكر ذلك ثم لتفت الشيخ للعادلين السائلين لو أمكن هذا مبذل فقال لو أمكن في قول ملتبس عليه وذلك أنه شهد ببصيرته نور الجمال ثم ورق من بصيرته منفذ فرأى بصر بصرته وشؤاه متزل بنور شهوده فظن أن بصره رأى ما شهدت بصيرته وإنما رأى نور بصيرته قط وهو لا يدري فانطلب العلماء والصوفية من سماء ذلك الكلام ودهشوا قال وذكر أنه يرى له مرة من المرات نور عظيم أضاء بالأفق وبدلوا بذلك النور صورا فنادتني يا عبد القادر رضي الله عنه الفاتحة أنا ربك تبذلك المحرمات فقلت أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إكسى يا لعين قال فإذا بذلك نريد لم وسورة دخان ثم صرخ يا عبد القادر رضي الله عنه الفاتحة نجوت مني بعلمك بحكم ربك وفيك في إحكام منازلك ولقد أضللت بمثل هذه الواقعة سبعين من أهل الطريق فقلت لرب الفتوى المنة فكيل الشيء بما عرفت أنه شيطان فقال من قولي أبحث لك المحرمات فعلمت أن الله تعالى لا يأمر بالفحشاء اللهم انشر نفحات الرضوان عليه وأمدنا بالأسرار التي أودعتها لديه بسم الله الرحمن الرحيم وكان رضي الله عنه لا يعلم الأغنياء ولا يقوم لأحد من الأمراء ولا أركان الدولة وكان كثيرا يرى الخليفة قاصدا له وهو جالس فيدخل قلوا ثم يخرج على الخليفة بعد وصوله إعزازا لطريق الفقراء ولئلا يقوم للخليفة وما وقف بباب وزير ولا سلطان ولا قبل هدية من الخليفة قط حتى عتبه على عدم قبوله هدية فقال له الشيخ أنسل ما بدا لك واحضر معه فحضر الخليفة عند الشيخ ومعه شيء من التفاح وإذا كل تفاحة منشود ماء وقيحا فقال للخليفة كيف تلومنا على عدم أكلنا من هذا وكله محشوم بدماء الناس فاستغفر الخليفة وتاب على يديه وكان يأتي فيكب بين يدي الشيخ كآحاد الناس يصيبه إلى أبمان وكان رضي الله عنه بعجلة قدره وبود سيده وعلو ذكره يعظم الفقراء ويجالسهم ويفلي لهم ثيابهم
وكان يقول الفقير الصابر أفضل من الغني الشاكر والفقير الشاكر أفضل منهما والفقير الصابر الشاكر أفضل من الكل وما أحب البلاء وتلذذ به إلا من عرف المبني وكان يقول اتبعوا ولا تبتدعوا وأطيعوا ولا تفرقوا واصبروا ولا تجزأوا وتدروا الفرج ولا تيأسوا واجتمعوا على ذكر الله تعالى ولا تتفرقوا وتطهروا بالتوبة عن الذنوب ولا تتلدقوا عن باب مولاكم لا تبرحوا وكان يقول لا تخترج البلعماء ولا دفع البلوى فإن العماء وسنة إليك من قسمة سجلبتها أبلا والبلوى حادلة منك وإن كرهتها فسلم لله في الكل يفعل ما يشاء فإن جادك العمى بشغل بالذكر والشكر وإن جادك البلوى بشغل بالصبر والموافقة وإن كنت أعلى من ذلك فالرضا والتلذذ واعلموا أن البلية لم تأتي المؤمن لتهلك وإنما تنهو لتقتبر وكان يقول لا يسلو لمجالسة الله تعالى إن المطهرون من رجس الزلال ولا يبدو إلا لمن خلى عن الدعاوي والهوسان ولما كان الغالب على الناس عدم التطهر ابتلاهم الله تعالى بالأبراد كفارة وطهورا ليسلحوا لمجالسته وقربه شعروا بذلك ولم يشعروا وكان يقول إياكم ما تحب أحدا أو تقربه إلا بعد عرض أفعاله على الكتاب والسنة كي لا تحبوه بالهوى وتبغضوه بالهوى اللهم انشر نفحات الرضوان عليك وأمدنا بالأسرار التي أودعتها لديك. بسم الله الرحمن الرحيم. وكان رضي الله عنه لا يجلس الذباب على ثيابه وراثة له من جده صلى الله عليه وسلم فقيل له في ذلك فقال أي شيء يعمل الذباب عندي وليس عندي من دبس الدنيا وعسل الآخرة ومن كرامتي أنه جلس مرة يتوضأ فقدر عليه عصفور فرفع رأسه فخر العصفور ميتا فغسل الثوب ثم تصدق به عن العصفور وقال إن كان علينا إثم فهو كفارة ومن كرامتي أيضا أن امرأة أتت بولدها لتشوقه إلى صحبة الشيخ عبد القادر رضي الله عنه. الفاتحة. وتسلكه فأمره بالمجاهدة وسلوك طريق السلف فرأت يوم النحيل ورأت يأكل بس شعير ودخلت على الشيخ ووجدت بين يدي أضم دجاجة ملعوقة فسألت عن المعنى في ذلك فوضع الشيخ يده على العظام وقال لها قومي بإذن الله تعالى الذي هو العظام وهي رميم فقامت تجاهد سوية وصراحة لا إله إلا الله محمد رسول الله الشيخ عبد القادر ولي الله رضي الله عنه. الفاتحة. فقال لها إذا صار ابنك هكذا فليأكل ما شاء ومن كرامتي أيضا أنه مر بمجلسه ذات في يوم شديد الريح فشوسا في سياه على الحاضرين فقال يا ريح دراسها فقال لوقتها مقطوعة الرأس فنزل للكرسي وأخذها في يده وأمر الأخرى عليها وقال بسم الله الرحمن الرحيم فحيت وطارت سوية بإذن الله تعالى والناس يشاهدون ذلك
ومن كرامتي أن أبا عمر وعثمان وسعير فيه وأبا محمد عبد الله الكلاريم رحمهما الله تعالى قال كنا بين يدي شيخ في مدرسة يوم الحادي الثاني صفر سنة 55 فتوضأ الشيخ على قبقابي وصلى ركعتين فلما سلم صرخ صرخة عظيمة ورمى فتك بقى به في الهواء فغبر على بصارنا ثم فعل ثانية كذلك بالأخرى ثم جلس فلم يتجسر أحد لنا سؤالي ثم قدم قافلة من بلاد العجم بعد 23 يوما فقالوا إن معنا للشيخ نذرا فاستددنا فقال خذاه منهم فأعطونا شيئا من ذهب وثياب من حرير وخز والقبقاب بعينه فسألناه من المعنى في ذلك فقالوا بينما نحن سائرون يوم الأحد الثالث صفر إذا خرجنا علينا رب الله مقدما فانتهبوا أموالنا ونزلنا على شفير الوادي فقلنا لو ذكرنا الشيخ أبدا القادر رضي الله عنه الفاتحة فنذرنا له شيئا من أموالنا سلمنا فما هو إلا ذكرنا وجعلنا له شيئا فسمعنا صرختين عظيمتين ملات الوادي ورأيناهما دورين فظننا قد جاءهم مثلهم يأخذهم فجاءنا بعدهم وقال تعالوا إلينا وخذوا أموالكم وانظروا ما قد دهمنا فأتوا بنا إلى مقدميهم فوجدناهما ميتين وعند كل منهما فذق مقام متلة بماء فردوا علينا ما أخذوا وقالوا لنا إن لهذا الأمر نبعا عظيما ومن كرامتي أنه جاء رجل من أسهل له أولاد سرقة المعزمين فقال الشيخ هذا مارد من وادي سرنديب اسمه خانس فإذا سرق في أذنها يا خانس عبد القادر رضي الله عنه الفاتحة المقيم بغداد يقول لك لا تهلك فذهب رجل وغاب 20 سنة ثم قدم وسلخ أنه فعل ما قال الشيخ رضي الله عنه ولم يعد يسر إليها إلى الآن وقال بعد رؤساء التنسيم مكثت بغداد 40 سنة في حياة الشيخ عبد القادر رضي الله عنه الفاتحة ولا يقع في أسران لا أحد فلما مات وقع أسرا ومن كرامتي أيضا أن ثلاثة بشه جيلا أتوا إلى زيارته قدس الله سرا فلما دخلوا عليه راوي الإبريق موجها إلى غرية القبلة والخادم واقف بين يديه فنظر بعضهم إلى بعض كالمنكرين عليه بسبب ترج الإبريق لغرية القبلة وقيام الخادم بين يديه فوضع شيخ كتابا من يده ونظر إليه نظرة وللخادم أخرى فوق ميتا ونظر إلى الإبريق نظرة أخرى فدار وطاف الإبريق وهده إلى الكبلة ومن كرامتي أن أبا المظفر حسن بن البغداد رجع إلى الشيخ محمد بن مسلم من تزوج الله تعالى في سنة 21 و500 وقال له يا سيدي قد جهز لي قافلة إلى الشام فيها بضاعة ب700 دينار فقال إن سافرت في هذه السنة قلت اتخذ مالك فخرج مني مغموما فوجد في الطريق الشيخ عبد القادر رضي الله عنه الفاتحة وهو شاب يومئذ فقاله ما قاله الشيخ محمد فقال له سافر تذهبا سالما وترجع غانما والضمان علي في ذلك فسافر الشيخ بعبيض وبدينار ودخل يوما إلى سقاية في حلب لقضاء حاجة الإنسان وضع الفدين للرف من السقاية وخرج وتركها ناسيا وأتى إلى منزلي فألقى للنواس فنام فرى في منامه كأنه في قوف قد خجل عليها العرب وانتهبوها وقتلوا من فيها وأتواه فضربه بأربة فقتله فانتبى فزعا ووجد أسرة ملوك وسبل لهم وذكر فوق من سقايا فوجدها في مكانها سالما ورجع إلى بغداد فلما دخل قال في نفسي إن بدأت بشيئا مادي فهو الأسان والشيء عبد القادر رضي الله عنه الفاتحة
فهو الذي صح كلامه فنكش حمادا في أثناء ترديد الخاطر في سوق سلطان، فقال له يا أبا المظفر ابدأ بعبد القادر رضي الله عنه. الفاتحة. فإنه محبوب ولقد سأل الله فيك 17 مرة حتى جئ لما قدمك من لقد يقظة مناما ومن الفقر نسيانا، وأن جاء إلى شيخ عبد القادر رضي الله عنه. الفاتحة. فقال له ابتداء قال لك الشيخ عماد إنني سألت الله فيك 17 مرة وعزة المعبود، لقد سألت الله تعالى فيك 17 مرة إلى تمام 70 مرة حتى كان ما ذكر. ومن كرامتي أيضا أن الشيخ عبد الله محمد أبا الغنائم الحسني رحمهما الله تعالى دخل دار الشيخ قدس الله سره فوجد إنسانا شابا ملقا على كفاه، فقال للشيخ رضي الله عنه يا سيدي اشفع عند الشيخ، فلما ذكره له وابه له بقوله قد وهبته له فخرج الى الرجل ملك عرفه بذلك، فقام رجل خرج من قوه في دله في الهواء فرجع للشيخ رضي الله عنه وسال عنها للرجل، فقال انه مر في الهواء وقال في نفسي ما في بغداد رجل مثلي فسلمته حالا ولولا الشيخ واليوم ما رددته له. ومن كرامتي أيضا أن الشيخ بس المعروف في رضاد البغدادي رحمه الله تعالى قال يوم فتي شيخ عبد القادر رضي الله عنه. الفاتحة. قدس الله سره ونور ضريحا كنت أستعب المعوك تركب حاجة الله، فخرج ليلة من داري في سفر سنة 53 فناولت بركم فلم يأخذه وقصد باب رأسه فأشار إليه فانفتح خرج خجت خلفه وأنا أقول في نفسي إنه لا يشعر بي ثم انغلق، ثم باب المدينة كذلك ثم مشى غير بعيد فإذا أنني بلدة لا أعرفها فدخل مكانا قريبا فإذا في ستة من جلق، فلما رأوا الشيخ ختموا وبدروا بسلام إليه والتجأت إلى سارية فسميت ونينا من ذلك المكان، ثم بعد سلك ذلك الأنين ثم دخلت القرية التي فيها الأنين وخرج من رجل من ذلك الجانب، ودخل سحس مكسوف رأس طويل الشارب فوقف بين يدي الشيخ فأعطى الهدب الشهادتين وقص رأسه وشاربه وألبسه طاقية وسماه محمدا، وقال لستتكم متى يكون هذا بدل الميت، فقالوا سما وطاع، ثم خرج وتركم خرجتما ومشينا غير بعيد، وإذا نحن عند باب مدى فانفتح كأول مرة، ثم أتى باب المدى كذلك فدخل دارا، ثم في الغد يذهب يقرأ فابنتني هيبته فقال يا بني يقرأ ولا عليك، فأقسمت أن يبين لي ما رأيت باللمس، فقال أما البلد فنهاوان وأما ستة فالبلدان نجبا وأما صاحب الأنين فسبيهم كان مريضا، فلما حضر فتجيت وأدروا فتوى، أما الذي حمله على تكيف أبو العباس الخادم عليه السلام أخذه ليتولى أمره، وأما الذي أخذ الهداف نصراني من القسطنطينية أمرت أن يكون عوضا عن المتوفى وهو الآن منهم، قال أبو الحسن. وأخذ الأدل بذلك لهد ما دام حيا، وقال اهدوي سيسري في حياتي، وذكر الشيخ عبد الله الموصلي أن الإمام المستجيب الله أبا المظفر يوسف جاء إلى الشيخ قدس الله سره وسلم عليه واستوصى وضع بين يديه ملا في عصرة ياسين مسرة من الهندام، فرند الشيخ فأبى الخليفة اقبله وألح على الشيخ فأخذ الشيخ كيس منها في يديه وهما خير الأكياس وعصره وعصرهما فسالا دما، فقال للشيخ الخليفة أما تستحي من الله تعالى أن تأخذ دم الناس وتقابلني به، فغسل الخليفة بالحال، فقال الشيخ وعزة المعبود لولا حرمة اتصاله برسول الله صلى الله عليه وسلم لتردد مجري إلى منزلي، قال عبد الله المذكور.
وشهدت الوليفة عنده يوما فقال للشيخ أريد شيئا من الكرامات من قلبي قال وما تريد قال تفاحا من الغبية وكنا بالعراق فمد الشيخ وده في الهوى فإذا فيها تفاحتان فناول إحداهما وكس الشيخ التي في يدي فإذا هي بيضاء تفو منها راية المسك وكس الوليفة الأخرى فإذا فيها دودة فقال ما هذه والتي بدك كما ترى قال كما أرى قال الشيخ يا أبا المظفر هذه لمستها يد الظل ودودت كما ترى وهذه لمستها يد الولاية فطامت وقد تقدمت كصدف الذي جاء به الخليفة للشيخ وكرامتها سمعت تهصى وعظم أن تستنصر رضي الله عنه وأنا برضاء الرفيع ومدنا بمدد الوسيع اللهم انشر نفحات الرضوان عليك وأمدنا بالأسرار التي أودعتها لديك. بسم الله الرحمن الرحيم. وكان رضي الله عنه يقول بباب التحدث بالنعمة لقوله تعالى وأما بنعمة ربك فحدث. ما مر مسلم على باب مدرسة إلا خفف الله عنه العذاب يوم القيامة وأخبر أن شخصا يسيح في قبره فمضى إليه وقال إن هذا زارني مرة ولابد رحمه الله تعالى فلم يسمع له بعد ذلك صراخ. وقال رضي الله عنه عثر حسين الحلاج عثرة فلم يكن في زمانه من يأخذ بيدي ولو كنت في زمانه لأخذت بيدي وأنا لكل من عثر مركوبه من جميع أصحابي ومريدي ومحبي إلى يوم القيامة أخذ بيده كلما عثر حيا وميتا فإن فرسي مسرج ورمحي منسوب وسيفي مشهور وقوسي موتور لحفظ مريدي وهو غافل. وقال رضي الله عنه أنا نار الله الموقدة أنا سلاب الأحوال أنا بحر بلا ساحل أنا المحفوظ أنا الملحوظ يا سوام يا كوام. يا أهل الجبال دكت جبالكم يا أهل الصوامع هدمت صوامعكم أقبلوا إلى أمر من أمور الله. يا رجال يا أبطال يا أطفال هلموا إلي وخذوا عن البحر الذي لا ساحل له. يا عزيز أنت واحد في السماء وأنا واحد في الأرض يقال لي بين الليل والنهار 70 مرة وأنا اخترتك لنفسي ويقال لي أيضا 70 مرة ولتسنى على عيني وعزة ربي إن السعداء والأشكياء يعرضون علي ويوقفون لدي وإن نور عيني في اللوح المحفوظ مقيم. أنا غائس في بحر علم القديم أنا حجة الله عليكم يوم الأرض أنا نائب رسول الله صلى الله عليه وسلم ووارثه يقال يا عبد القادر رضي الله عنه. الفاتحة. تكلم يسمع منك قال الشيخ عبد القادر رضي الله عنه. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. والله ما شربت حتى قيل لي يا عبد القادر رضي الله عنه. الفاتحة. بحكي عليك اشرب وما أكلت حتى قيل لي بحكي عليك كل وأمنتك من الردى تجيء السنة تسلم علي وتخبرني بما يجري فيها وكذا الشهر وكذا الأسبوع وكذا اليوم. وقال مرة على الكرسي إذا سألتم الله تعالى فاسألوه بي. وكان رضي الله عنه
أسمر اللون مكرون الحاجبين عريض اللحية طويلها عريض الصدر نحيف البدن ربع القامة جوهري الصوت بهي الصوت سريع الدمعة شديد الخشية كثير الهيبة مجاب الدعوة كريم الأخلاق طيب الأعراق أبعد الناس عن الفحش وأقربهم إلى الحق شديد البأس إذا انتحك مهارم الله عز وجل لا يغضب لنفسه ولا ينسل لغير ربه ولا يرد سائلا ولو بأحد ثوبيه وكان التوفيق رائدا والتأييد معارضا والعلم مهذبا والقرب مؤيدا والمحاضرة كنزا والمعرفة حرزة والخطاب مسيرة واللحظ سفيرة والأنس نديمة والبست نسيمة والصدق راية والفتح بضاعة والعلم ضيعة والذكر سميرة والمكاشفة غذاءه والمشاهدة شفاء وآداب الشريعة ظاهرة وأوصاف الحقيقة سرائرة قدم التفيض والموافقة مع التبري من الحول والقوة وطريقه تجريد التوحيد وتوحيد التفريد مع الحضور في موقف العبودية بشر قائم في موقف العبدية لا بشيء ولا لشيء وكانت عبوديته مستمدة من محض كمال الربوبية فهو عبد سماع مصاحبة التفرقة إلى مرافقة الجمع مع لزوم أحكام الشريعة وفضائله رضي الله عنه كثيرة وأحواله أظهر من شمس الظهيرة وكانت وفاته دامت علينا بركاته في اليوم الحادي عشر من شهر ربيع الثاني سنة 61 و500 وعمره 91 سنة ودفن ببغداد وقبره ظاهر يزار ويقصد من سائر الأقطار رضي الله عنه ونفعنا به أجمعين اللهم آمين اللهم آمين اللهم انشر نفحات الرضوان عليه وأمدنا بالأسرار التي أودعتها لديه. بسم الله الرحمن الرحيم وحيث انتهى ما أردناه وتم ما اهتممنا به وقصدناه فلنرفع إلى الله تعالى كف الإبتهال ونتوسل به وبنتائجه أرباب الأضواك والأحوال فنقول بسم الله الرحمن الرحيم اللهم إنا نسألك بأنفاس هذا العارف الأكبر والسر الأطهر الوارث المحمدي صاحب الإدلال على البسات العندي وبالسالكين على منهاجه الأنور والمغترفين من منهج معارف الأعذب الأصغر أن تمدنا بطيب أنفاسهم وتثني لنا من ثمار غراسهم يا أيتها الأرواح المقدسة يا ختم يا قطب يا إمامان يا أوتاد يا أبدان يا نقباء يا نجباء يا نقباء يا أهل الغيرة يا أهل الأخلاق يا أهل السلامة يا أهل العلم يا أهل البسط يا أهل الجنان والعطف يا أهل الضيفان يا أيها الشخص الجامع يا أهل الأنفاس يا أهل الغيب منكم والشهادة يا أهل القوة والعزم يا أهل الهيبة والجلال يا أهل الفتح يا أهل معارج العلا يا أهل النفس يا أهل الإمداد يا أهل صلصلة الجرس يا قطب القاهر يا قطب الرقائق يا قطب السكيت رفرف ابن ساكت العرش يا أهل الغنى بالله
يا قطب الخشية يا أهل عن التهكيم والزوائد يا أهل البدلاء يا أهل الجهاد الست يا ملامتية يا فقراء يا صوفية يا عباد يا زهاد يا رجال الماء يا أفراد يا أمناء يا قراء يا أحباب يا أجلاء يا محدثون يا سمراء يا ورثة الظالم لنفسه منكم والمقتصد والسابق بالخيرات أيها الأرواح الطاهرة من رجال الغيب والشهادة كونوا عونا لنا في نجاح الطلبات كونوا عونا لنا في نجاح الطلبات كونوا عونا لنا في نجاح الطلبات وتيسير المرادات وإنهاض العزمات وتأمين الرعاة وست العورات وقضاء الديون وتحقيق الذنون وإزالة الخجب الغياغب وحسن الخواتم والعواقب وكشف الكروب وغفران الذنوب عباد الله عباد الله أيسنا لأجل الله وكونوا عوننا لله عسانا الله بفضل سأبي بسلام
ختم كتابك الذي عرفت فيه عن شراء أحكامك ووحيك الذي أنزلته مفرقا بين حلالك وحرامك وندبتنا للتعضل لثوابه الجسيم وحذرتنا على لسان وعيده شديد عذابك الأليم فاجعلنا ممن تلين قلوبهم عند سماء آياته ويدين لك بامتثال أوامره ومنهياته فاجعله نورا نسعى به إلى عرصات القيامة وسلما نعرج به إلى دار المقامة اللهم وسهل به علينا كرب السياق إذا دنا منا الرحيل وبلغت الروح منا التراقي وتجلى ملك الموت لقبضها من خجب الغيوب وقيل من راق والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق وصارت الأعمال قلائد في الأعناق اللهم لا تهل يدا إلى الأعناق أكفا تضرعت إليك واعتمدت في صلواتها عليك راكعة وساجدة بين يديك ولا تقيد بأنكار الجحيم عدا من سعت إليك وبرزت من منازلها إلى المساجد طامعة فيما لديك ولا تسم أسمعا تلذذت بحلاوة تلاوة كتابك الكريم ولا تطمس بالعمى أعينا بكت في ظلم الليالي خوفا من عذابك الأليم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد شفيع أرباب الذنوب وعلى آله وأصحابه أتباء القلوب وعلى أمته الذين كشفت لهم كل محجوب وأنلتهم كل محبوب ما هبت النفحات السحرية وتعطرت المجالس بأرب أحبار الأخيار الزكية المسكية آمين اللهم آمين
سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين. يا ربنا يا كريم يا ربنا يا رحيم أنت الجواد الحليم وأنت نعم المعين. وليس نرجو سواك فترك إلهي ترى قبل الفنا والهلاك يا أم دنيا ودين. وما لنا ربنا سواك يا حسبنا يا ذا العلا والغنى ويا قوي يا متين. نسألك وليكم العدل كي نستقيم على هداك القويم ولا نطيع اللعين. يا ربنا يا مجيب أنت السميع القريب ضاق الواسع الرحيم فانظر إلى المؤمنين. نظرة تزيل العنا عنا وتدني المنى منا وكل الهنا نعطاه في كل حين. أسألك بجاه الجدود وليقيم الحدود فينا ويكفي الحسود ويدفع الظالمين. يزيل للمنكرات يقيم للصلوات
Yeah.
بسببه الضيق الكثير استغفر الله
خيري يا عبد القادر
صلاة الله